أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل في عدم قبول خبر الواحد بانقضاء شهر رمضان تأكيد لقول بعض الأصوليين بأن خبر الواحد لا يفيد اليقين، مع أنه قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قبول خبر الواحد في مسائل كثيرة مما يؤكد عدم صحة هذا القول، فيكون هذا القول من باب الاحتياط، أو أي توجيه آخر؟ هذا ما هو بخبر الواحد، هذا شهادة، هذا شهادة، والشهادة لها أنصبة، ففي الرضاع تكفي شهادة امرأة واحدة، وفي الأموال تكفي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وفي القصاص والحدود القصاص شهادة رجلين ولا تدخل النساء في القصاص، وفي الزنا أربعة شهود، الزنا فيه أربعة شهود، وفي إثبات العسرة إنسان غني ثم ادعى العسرة ولم يكن هناك سبب ظاهر للناس يقتضي صدقه، فلا بد من ثلاثة شهود حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاق، فهذا من باب الشهادة، ما هم من باب الخبر، من باب الشهادة، يعني إثبات الإفطار من شهر رمضان هذا من باب الشهادة على رؤية الهلال، فلا بد من شاهدين. نعم.